كما استقبلت محافظة بيت لحم في احتفال حاشد شعلة النور المقدس، حيث بدأ الاحتفال الذي شارك به حشد كبير من المؤمنين بمسيرة تقدمتها المجموعات الكشفية التي جابت شوارع بيت لحم القديمة وصولا إلى ساحة كنيسة المهد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. استقبلت مدينة بيت لحم مهد المسيح شعلة النور المقدسة المنبثقة من القبر المقدس في كنيسة القيامة في القدس، فبفرح وسرور عم سلام ونور المسيح المدينة وشوارعها، وأضيئت الكنائس والقناديل والبيوت والشوارع مع رائحة البخور العطرة، فكانت مظاهر الاحتفال رائعة من حيث الاستقبال والعروضات من الفرق الكشفية المشاركة، وفعاليات للأطفال وتراتيل فصحية نالت إعجاب الحضور. نتمنى لكم عاما سعيدا، والمسيح قام حقا، قام في جميع أنحاء العالم، فنتمنى لكل الإخوة والخوات الموجودين بالأردن، بسوريا، بلبنان، بمصر، بالعراق، بكل الدول العربية، كل عام وهم بألف خير، ونتمنى لهم قيامة مجيدة. حاجة روعة روعة روعة، وأنا بنصح كل إنسان يجي يزور هنا ويأخذ بركة الأماكن المقدسة، حاجة حلوة خالص. فرحة بقيامة رب المجد ليها طعم تاني خالص هنا. وفي كلمة لرئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية، والذي عبر عن فرحته لهذا اليوم المقدس وخصوصا بحضور الأشقاء من مصر للمشاركة في هذه الأيام الفصحية المباركة، متمنيا أن يعم السلام والخير والمحبة بالعالم أجمع. هذا اليوم يوم مميز جدا، نرى أن هنالك حضور كبير من أهالي مدينة بيت لحم ومن الضيوف من مصر الشقيقة، من دولة مصر الشقيقة، وطبعا هذا الاحتفال لا يكون جميلا إلا بوجود هذا الحضور الجميل، وبالتالي نرى أن نور المسيح دائما يعطينا المستقبل أو الأمل للمستقبل المشرق، ودائما نحن نحتفل بأعيادنا الدينية من أجل الأمل ومن أجل مستقبل أجمل. وبعد وصول شعلة النور المقدسة لوسط المدينة، بدأت المسيرة التقليدية التي أدخلت الفرحة للجميع، تجوب شوارع وأزقة بيت لحم القديمة، وبحضور المطارنة والكهنة ورجال الدين والشمامسة ورئيس البلدية والمحافظ والمؤسسات والشخصيات وحشد كبير من المؤمنين وشباب كنيسة المهد، مرورا بساحة كنيسة المهد وصولاً للكنيسة التي امتلأت بالمؤمنين لأخذ البركة والنور المقدس. كل سنة وانتم طيبين، وكل شعب المسيح طيب في كل أنحاء العالم. وأنا بعيد على جميع المنطقة كلها، بيت لحم، بيت سحور، بيت جالة، المسيح قام حقاً قام، كل عام وانتم بألف خير. من هون، من بيت لحم، من أرض المسيح، من قلب بيت لحم، من عاصمة الميلاد والقيامة طبعا، لأنه القيامة سبقتها ميلاد، من عيد على كل أهالي مدينة بيت لحم وعلى كل العالم اللي بيحتفلوا بهذه المناسبة، المناسبة الفصحية اللي هي اللي تعطينا الأمل والرجاء بالحياة، لكل الناس المتألمين ولكل الناس اللي بنتظروا السلام، منعيد عليهم من مدينة بيت لحم، وكل عام والجميع بألف خير. ها هو النور المقدس المنبثق من قبر السيد المسيح له المجد، وهذه البشرى الدائمة لكل الأجيال وعبر العصور، فالكلمة النهائية ليست بيد الألم والموت، بل بين يدي الله واهب الحياة، فبالقيامة تنتصر الحياة على الموت. المسيح قام حقا قام. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة المهد بيت لحم.